مرحبا. يحمل هذا الموسم معنى عظيم لملايين المسيحيين واليهود في الأراضي المقدسة. تجتمع العائلات اليهودية في بيوتها في القدس لتتشارك في وجبة الطعام وتستذكر قصة الخروج وانتصار الإيمان على الظلم، بينما يجتمع المسيحيين في كنيسة القيامة لإحياء ذكرى موت وقيامة السيد المسيح عليه السلام. أحد الأمور التي تربط المسيحيين واليهود والمسلمين هو أن القدس مقدس لهم جميعا. خلينا نتذكر في هذا الوقت الدروس التي تعلمناها من الكتاب المقدس، أن تحب قريبك كنفسك. بالنسبة لي، فعن تاريخ القدس نسيج غني بالقصص عن العمل والإيمان أنه الأفضل أمامنا. بالنيابة عن زملائي في القنصلية الأمريكية العامة اللي تجمع بين اليهود والمسيحيين والمسلمين، الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكان اللي يشتغلوا مع بعض من أجل تحقيق السلام، أتمنى لكم حق سماح وعيد فصح سعيد.